صباح الخير جايز، كيفكم؟ شوفوا كم الساعة؟ الساعة 2:00. فايقة من زمان لابسة لأنه بدنا نطلع بعد شوي، وبدي أقلكم هلأ رح نعمل شغلة مع بعض، ورح أقلكم شغلة كتير حلوة. بس حبيت أصبح عليكم بالأول، أضبط وضعي، ما عملت السكين كير بعدين بتعرفوا ليش. بس غسلت، فقيت غسلت وجهي، ضبطت وضعي، مشطت شعراتي، لبست، هلا بورجيك الأوتفيت كمان. ويس، كتير أشياء اليوم لازم أعملها، مع كتير تعبانة بس لازم أخلص كل شيء على السريع. ف انا مستني اشحن موبايلي مشان اشيله من الشاحن واصور لكم كل شيء، برجع لكم بس يشحن. اوكي جايز، انا قعدت على الارض وفرشت وعملت وضعي. ليش؟ مشان اقلكم اول خبر، واللي هو انه انا راح اسافر. فاينلي. كل الناس عم تستناني اسافر، ما بعرف ليه، بس انه راح نسافر. راح نروح، بنت خالتي راح تتجوز، فبدنا نروح نحضر المناسبه، وراح نروح نغير جو هيك يعني بفتره، يعني لسه ما حددنا امتى راح نرجع. بس اضب معكم شنطتي، كتير اواعي، كتير لبس، تعالوا نضب الشنطة مع بعض. اوكي، راح اطلع كل شيء من اول وجديد واضبه، لانه مو مرتبة يعني، كلها هيك مقلولة. نظفنا الارض ولسه عم ينظفوا برا، فخلينا نبلش مع بعض. راح اخذ بحدود السبعة اوتفيتس، اتوقع صح سبعة، راح نضبهم كلهم مع بعض، وكلهم اشتريته جديد. ما بعرف ليش كتير تحمست، بس انه اشتريت كتير لبس جديد، راح تشوفوه وقت السفرة. وما بعرف احكي لكم لوين راح اسافر ولا لا. دولة عربية قريبة على الامارات، بس مش عمان، دولة خليجية ومش سعودية. يلا اتوقع. سو عندي هون بنطلون ابيض وبنطلون ازرق، لازم راح احط البنطلون مع بعض. اشتريت هذا البنطلون جديد، كتير كتير حلو على الفيس، وفي هذا البنطلون ازرق سميز، وفي هذا البنطلون ازرق. اوكي انا لازم اسمع طيب ليش بدي اسوي هذا الرقم ده عشان اشوف ايش هيحصل. اول شيء انا هكتب بس يعني بس هيك هو ودي في دي اوكي انا هكتب يعني انا هكتب جنب بعض مرتب، يعني لازم كثير بيرفكت. هلا هذا ما بدي، يعني اذا هيك حطيتهم ما بدهم كوي، فاي ثينك انه عادي احطهم هيك. اوكي، في هاي مثل جمب سوت للبيت، بس بدي احطه على طرف لحاله، الطرف الثاني هذا الطرف. هون حطيت الجرابات الملونة، تعرفوا يعني مشان اعمل ستايل. وفي هدول البيجامات اخذهم معي. رتبت شوي هون اكثر، افضل صارت يعني احسن، حسيت انه لا انا لازم اكون مرتبه اكثر، فعدلت عليه هون. و انتوا بتعرفوا ليش الاشياء السوداء صار يطلع عليها هيك؟ لانه امبارح ميادو وميلا قلبوا الشنطه على السجاده، والسجاده بتطلع هيك قطعه صغيره، فتورطنا. بس انه اتس اوكي، بس الطاقيه البيضاء ما بعرف وين. هلا نروح للطرف الثاني، اي ثينك انه هون خلص خلص يعني على الاخر خلص. كمان كان الولاد عم يلعبوا، شوفوا كيف فاضي على الاخر، عن جد ما في اي شيء. فاول شيء هذول الميك اب بعيد عنهم، اخذت الجاكرو عشان نقعد نلعب هيك، لانه يعني اهلي رح يكونوا هنيك، يعني في عندنا احنا اهل بهذيك الدوله، واهلي من سوريا كمان جايين لهنيك، فبدنا نلعب كيف. وانا بحب، انا خالي يعني خاله انا بحبه كثير، وهو كثير بحبني، فمن كيف مع بعض. اوكي اورجيكم شو اخذت. اخذت سيلفر، اخذت اشياء سيلفر، بس اخذت هاي الساعه وهذا الطقم من سواربسكي، هو بيجي حلق واسواره. بدي اورجيكم الحلقات، هذا السنسال اخذته، ما بعرف ليش، مع انه يمكن ما البسه، بس هذه الحلقات وهاي الساعه كثير بحبها، هاي الاسواره. شو كمان اشياء ثانيه، يعني انه حلق ملون، هدول حلق ذهبي. وبدلت الطقم، لبست هالطقم، كنت لابسه الكارتيير بس قلبت الهاند. وخلص، بس هدول الاشياء اللي اخذتهم، الاكسسوارات، اشياء هيك سريعه. خلصنا اتوقع. لسه بدي اضب الشاحن، بدي اشتري
تشتري باور بانك. هلا طالعين على دبي مول رح نقلبه كله. اي شيء ناقص رح نجيبه. يعني هي خلص اخر مره لانه ما رح انت رح نسافر بس بعد يعني فتره قريبه جدا يعني جدا 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 قريب. وهلا بننتقل لشنطه الميك اب. هي رح اخليها على جنب لوين ما عرفت شو بدي اضب كمان. جايز اكتبوا لي اذا في شيء لازم اخذه ذكروني بليز. اوكي اوكي جايز كنت ذكيه وسريعه بديها. فجبت كل الشوزات اللي بدي اضبهم حطيتهم كلهم في كاس شي ان. ما كنت اخزن كاس شي ان على الفاضي الحمد لله. طلع لهم فايده. فاخذت 1 2 3 4 5 7 شوزات. يلا سكر. بحس بدي اجيب هالطرف لهون المفروض هيك اصلا لانه هذا المفروض بالعكس بس انا خطأ اوكي ضبيتها وسكرتها. سو هاي هي شنطتي لونها زرقاء. فطلعت ناسيه مليان انا شغله. نسيت عطوري نسيت شاحن نسيت واللبس هذا الجمسوت البقره. المهم خلصنا. باي باي.